بينتهي تبقى انتهت بعض الحياة. ولا أي قلب بينجرح تقطع عمره في مروقة. مش كل حب بينتهي تبقى انتهت بعض الحياة. ولا أي قلب بينجرح تقطع عمره في مروقة. كل اللي عدى بيتنسي ويفوت أوام ويفوت أوام ويضيع صدى. ده القلب فيه جرح ودواء. ده القلب فيه جرح ودواء. ده القلب فيه جرح ودواء. جرح ودواء. ما بقتش بقدر في البكاء على أي شيء سابني وراه. ما بقتش أخاف لا من زمن ولا من طريق ولا من لو قبلته سكت وجوه. من ده اللي ينسى فرحته دي الفرحة بتنسى الدموع. من ده اللي يرضى بغربته لو قبلته سكت رجوه. من ده اللي ينسى فرحته دي الفرحة بتنسى الدموع. الجرح صعب في أوله الليل طويل الليل طويل والشوق هوان. بس النهار لازم يبان. بس النهار لازم يبان. بس النهار لازم يبان. شكرا. يا أخوان يا أخواننا يا سامعين الصوت بالعالم العربي، عم بقولكم هالصوت صوت صاروخي يخترق جدار الأعاصير وكل شيء فيه صعوبات، وبعدين بدي كمل ليصل إلى الأمان. بس هاي الأغنية بحب ألفت نظركم من أصعب الأغاني، لأنه منا غنية ماشي كل الوقت، بس أنا ما بشرح ولا مرة، بس بحب لكم على البروفات اللي عملناها أكتر مرة هالأغنية، لأنه كتير صعبة بين الأوركسترا وهي، بس بهنيها. وأنا شفت عينين اللجنة كلنا هوني مرتاحين بشكل سماوي، يعني كيف لون السماء لما تكون زرقاء، صوتك كان عم يكون بهالنظافة، وبهنيك. يسرى انبسطت كتير انه لأول مرة بشعر الانفعال عندك
منه كتير لقدام، منه فالت منك الانفعال، مع انه منحب انفعالك انت بشكل خاص، بس ما كان اوفر. بعدين حركة ايدك، حركة ايدك اللي هي ما بتستعمليها بس لضبط الايقاع، حركة ايدك اللي بتكون دايما امتداد لصورة الصوت، للعرب اللي عم تعمليها، يلي بتخلينا نسلطن معك. برافو يسرا، بتجنني. ألو، أعتقد إحنا الحين مش في برنامج هواة، يعني إذا اللي قاعد يحضرنا يسمع الصوت يعرف تماما أن أنت محترفة مش هاوية، هذا أول شيء. الأغنية هذه يعني أنت عارفة أن احنا قعدنا كنا خايفين منها كثير، لأن كانت فيها شوية مشاكل لصعوبتها. طبعا أنا أهني المايسترو بسام وهني الفرقة على 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 التآلف اللي تعمل مع معاكي في هالأغنية. الحمد لله أن طلعت بهذا الشكل. أولا احنا ما نخاف عليك أبدا، احنا كلجنة التحكيم عارفين أنك أنت من أفضل المشتركات والمشتركين عندنا. كل اللي أقدر أقوله إن ورد أكرر إن فعلًا أنا كل ما تجي الوصلة اللي أنت تغنيها فعلًا أنا أنبسط، يعني أسلطن، وأعتقد إن المشاهدين شايفين وعاذريننا. أتمنى الناس تصوت عاد، يعني أتمنى إنك تظلي معنا لقدام كمان إن شاء الله. يسرى، مثل ما قالت اللجنة، في شغلة كثير مهمة إنه هيدي الأغنية أنا بنظرنا يعني كلنا وبنظري انه هيدا اصعب اختبار لليوم مرقت فيه انت، بس للاسف انه ما عم بتخلينا مجال نقول عنك شيء عاطل، عرفت كيف؟ فانا محضر لك من امبارح انه يمكن اقول لك مثلا جيده، بس انت ممتازه. برافو.